السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل يا اختي. اول شيء انا حابة طبعا اشكركم على برنامج صحة وسعادة، منكم انتو هالبرنامج تنشرون الثقافة لكل المجتمع، وانكم انتو خطيتوا انه يكون باللغة العربية وحطيتوا التلمة باللغة الانجليزية. وانا كنت حابة اقترح ان انتو تشطون مثلا في البرنامج نفسه مثل لغة الاشارات عشان نخص بهم اصحاب الهمة وننشر الثقافة لهالفئة من المجتمع. ممتاز، مشكور اختي خولي على هذا الاقتراح. بخصوص المقترح ان شاء الله بندرسه وبنشوف مؤسسه دبي للاعلام كيف التعاون ويانا في هذا الموضوع. من الملاحق عندنا البيان الصحي وعندنا بيتر هيلث، المعلومات توعويه، المعلومات فيها شراكات مع مؤسسات عالميه لاصدار اخر البحوث والعلاجات في هيئه صحه دبي. هذا على المستوى النشر اللي تقوم بهيئه الصحه دبي. تم تقريبا من 4 سنين عندنا العياده الذكيه والتواصل ويا متخصصين من الأطباء. نحن نوفر الخدمات، نشجع ونطلب من الجمهور أنه يتواصل ويانا على الحصول للمعلومة الصحية الصحيحة. يعني قسم الفعاليات يكون مسؤول عن كافة الفعاليات اللي تديرها هيئة الصحة وترعاها هيئة الصحة. نحن عندنا مجموعة من المؤتمرات، مؤتمر التغذية، مؤتمر كبار السن. المؤتمر جدا مميز، هو منتدى دبي الصحي، كان له صدى إعلامي وصدى صحي وتقيير المعلومات الصحية اللي كانت أو طريقة وصول المعلومات الصحية كان له تأثير وايد كبير. لأن إن شاء الله بيكون متواجد منتدى دبي الصحي سنة 2018 في شهر 1. أطلب من الجمهور والمتابعين عدم أخذ المعلومات الطبية من غير مصادرها الصحيحة. أحب أنهم يتابعون ويأخذون المعلومات الصحية من أماكن معتمدة.